أهلا وسهلا مرة ثانية أعزائنا المشاهدين وعزيزاتنا المشاهدات. اليوم الحلقة تميزت بأنه فيها كثير شغلات بترفع المعنوية وبتنعش النفس وبتنعش الذات، وخصوصا بالمنتج الأردني وبالأداء الأردني وبالانتصار الأردني وبالتميز الأردني. لكن أنه إحنا، وبما أنه إحنا أمة عربية، من الطبيعي جدا أنه نتميز بلغتنا، بشعرنا، بفصاحتنا، ببلاغتنا. لكن أنه إحنا نعمل شيء للغة الإنجليزية ونصدره من الأردن للعالم، هذا الشيء اللي بيجوز فيه تميز عن التميز. اسمحوا لي أرحب بالدكتور ماجد حمد، المدير العام لأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي. يسعد صباحك دكتور. أهلا سيدنا، صباح الفل. يسعد الصباح. وأيضا الأستاذ غاندي صابر، رئيس لجنة العمل المسرحي بالأولمبياد الإنجليزي. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. كيف الحال حبيبي؟ يسعد دكتور ماجد. تفضل سيدي. شو هو أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي؟ بداية شكرا لك على هذه المقدمة الرائعة، وعلى برنامج لكم وعلى منجزكم الرائع. الله يخليك. وعلى برنامج يوم جديد، وإن شاء الله أيامنا كلها تكون أيام جديدة وأيام إيجابية كلها إن شاء الله يا رب. أولمبياد اللغة الإنجليزية هو كرنفال تعليمي لطلاب المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، من عمر 11 إلى 16 سنة. هذا الأولمبياد بدأ انطلاقته بالأردن طبعا قبل 3 سنوات. عملنا هذا الأولمبياد محلي، فكرته كلها من عنا من الأردن، الحمد لله رب العالمين. يعني هذا الأولمبياد هو بعقول أردنية وجهود أردنية، ولكن اشتغلنا بطريقة ومعايير عالمية، بحيث أنه إحنا عارفين الهدف العام اللي رايحين نوصل له. في السنة الثانية للأولمبياد هو تحول إلى بطولة عربية. في السنة الثالثة بلشنا نعطي وكالات خارج الأردن لإقامة هذه الأولمبياد، والفرق الفائزة من الأولمبياد في دول العالم والدول العربية راح تيجي على الأردن. إحنا عم نشوف بعض اللقطات والمشاهد للأولمبياد. المقر الدائم للأولمبياد العالمي هو اللي راح يكون المملكة الأردنية الهاشمية. طيب، يعني لمحة عن تفاصيل ومحاور الأولمبياد قبل ما أنتقل للأستاذ غاندي ونخش على المسرح شوية. يعني إحنا صقلنا مفهوم اللغة الإنجليزية بطريقة أخرى بعيدا عن القراءة والكتابة وهذه التحديات. لازم يكون في تنوع في محاور، أصلا هي من اسمها أولمبياد لغة إنجليزية، أنها بتتكون من أكثر من محور. بداية الفرق المشاركة طبعا هي تقريبا ما يقارب 3 أشهر بدها عمل جاد للتدرب لهذه الأولمبياد. التحضير بقدمه اللي هو أولا اختبارات اللغة الإنجليزية، اختبارات التوفل جونيور. بعدين بقدمه بروجكت، هذا البروجكت هو المشكلة وحل إبداعي. إحنا بكل سنة نأخذ عنوان معين، أول سنة أخذنا عن السياحة، ثاني سنة عن التعليم، السنة هاي كانت عن الصحة. يعني حتى مواضيعكم بتفيد البلد وتفيد المتلقين. الحمد لله. فالمشروع هذا لازم الطلاب يوجدوا مشكلة في الصحة نحكي عن هذه السنة والحل الإبداعي لها، ولازم هذا الفريق يوجد داعم لمشروعه على اساس نعلم الطلاب كيف تسوق انت البروجكت. برضه في عندنا العمل المسرحي، وفي عندنا خدمه المجتمع، وهذا اروع المحاور انا بالنسبه لي. بالضبط، خدمه المجتمع التطوعي، وصول الطلاب الى مناطق نائيه على اساس يخدم وطنهم ويصير عنده الحس الوطني. وشو معنى خدمه المجتمع؟ واخر محور اللي هو محور التيم ورك والعمل الجماعي. جميل. طيب أستاذ غاندي، وأنت زميل في المهنة، خلينا نقول رئيس لجنة العمل المسرحي في أولمبياد الإنجليزي العالمي للغة الإنجليزية، يا ريت تحكي لنا عن الفوائد اللي بتلقاها المنتسب لهذا الأولمبياد بالمسرح. هلا اللي معروف لكل الناس بأنه المسرح أنت لما بتكون متلقي كم الفوائد اللي بتاخذها ذهنيه ومتعه وجمال. صحيح. اما انك تكون انت جزء رئيسي وعنصر من كتابه النص،
لإيجاد الفكرة، لتكون مشارك بعناصر العمل المسرحي، وتقدم هذا العمل المسرحي بست دقائق ومعك فقط دقيقتين لأنك تجهز قبل ما تكون أمام اللجنة، مع أنه بياخد فترة طويلة من التجهيز، لكن أنك تكون أنت عنصر مشارك رئيسي بهذا المنتج المسرحي والأفكار اللي بدها تطلع معك، هاي لحالها يعني تجربة لا تقدر بثمن. يعني اللي ما وقف على خشبة المسرح ما بيقدر يشعر هذا أبداً. هذا الإحساس أبداً. تماماً نعم. تماماً. فكانت يعني نتاجات رائعة جداً، أفكار رائعة جداً، التجربة نفسها التجربة إنهم يخوضوا هاي التجربة وإنهم يدخلوا بميمعة المسرح بكل مكوناتها، وإنك وكمان إحنا يعني من ضمن شروط العمل المسرحي إنه السبع أشخاص المشاركين بالفريق إنه كلهم يكونوا خشبة المسرح. حتى لو في فرق طلبت إنه والله إحنا بصير خمسة بصير أربعة كنا نرفض، ليه؟ لأنه بدنا السبع أشخاص تأخذ التجربة. طيب. تأخذ المنتج. الأعمال المسرحية والإبداع اللي قدم في الأولمبياد كيف بتصنفه؟ كان مذهل. نعم. كان مذهل لأنه الشباب هدول أنت عارف هاي الفئة العمرية الفكر اللي عندهم متقدم جدا، واعي جدا، ما خلوا حتى يعني شوف أنت مع أنك عمالك تحكي عن ست دقائق إلا أنه كان المنتج أحيانا بيفاجئك بالوعي اللي موجود عندهم. القضايا اللي طرحت بالصحة والغذاء والدواء طريقة معالجتها، حتى في عروض مسرحية كانت بتحكي عن الحالات النفسية وبتقمصوا الشخصيات اللي موجودة بالعرض المسرحي، الأصوات، الحضور، الثقة بالنفس، والتفاعل تواجدهم خلال الأولمبياد وتجهيزهم والكاركترات والشخصيات اللي كانت تقدم، شيء رائع مذهل فعلا كان جميل. سؤال أخير وسريع للدكتور ماجد قبل ما نيجي لسؤال أخير وسريع لك راندي، مستقبل الأولمبياد كيف شايفه؟ والله إحنا مستقبل الأولمبياد حاطين هدف واضح أمامنا، ويعني أنجزنا وقطعنا مسافة طويلة جدا. طبعا يعني لازم إحنا بداية نشكر الرعاة والشركات والسفارات الداعمة، لأنه هم الرئة اللي بتنفس منهم هذا الجسد اللي اسمه الأولمبياد في الاستمرار. وبرضه إحنا بنشكر لجان العمل لأنه هم القلب النابض لجسد هذا الأولمبياد. مستقبل الأولمبياد باختصار يعني إحنا نظرتنا لإله كرنفال، حدث كرنفالي تتزين له الأردن مستقبلا لاستقبال كل الفرق من كل دول العالم في منارة للتعليم والسياحة في الأردن. ما أجمل هذا الكلام. دكتور ماجد حمد أنا بدي أشكرك على وجودك، بدي أجمل لحظة مميزة بسرعة. أجمل لحظة وجود مدرسة عبد الله بن مكتوم للمكفوفين، كانوا عيون كل المشاركين بالأولمبياد، الله، ونافسوا، الله، وشاركوا وحسسونا ب يعني ما بدي احكي جمله انه نعم انه نعم، لكن كانوا عيون. شكرا. الأولمبياد. شكرا جزيلا غاندي صابر رئيس لجنه العمل المسرحي بالأولمبياد، والدكتور ماجد حمد المدير العام لأولمبياد اللغه الانجليزيه العالمي في الاردن، كل الشكر على وجودكم، يعطيكم الف عافيه. حياك الله. شكرا للتلفزيون الاردني. اعزائي المشاهدين فاصل صغير وراجعين، خليكم معنا.